بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نكمل فصل الأمواج والتيارات البحرية من وحدة المحيطات مادة علوم الأرض الصف العاشر. طبعا المرة الماضية وبالفيديو الماضي حكينا عن الأمواج البحرية وعرفناها، وحكينا عن أهم خصائصها، وعرفنا شو يعني أمواج تسونامي، وحكينا بالتفصيل عن الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى نشأتها وتكونها. اليوم رح نعرف التيارات البحرية. طبعا بالبداية حكينا انه مياه البحار والمحيطات دائمة الحركة او محركتها مستمرة، ما بتعرف لا هدوء ولا سكون، فبالتالي بينشأ عنها هذه الامواج وهي التيارات البحرية. طبعا معلومة الضرورية انه بتتميز الطبقة السطحية، يعني الطبقة الضحلة. شو يعني طبقة ضحلة؟ يعني عمق المياه فيها كتير قليل مقارنة بباقي الطبقات من مياه المحيطات بأنها طبقة ضوئية. طب شو يعني طبقة ضوئية؟ هي الطبقة اللي بتكون فيها كمية الضوء والحرارة أعلى ما يمكن، يعني بتحصل على أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس. طبعا هذا بيخلي إنه الكائنات الحية البحرية، طبعا باختلافها سواء كان نباتات أو حيوانات، بتكون فيها أكبر قدر ممكن. ليش؟ لأنه الشمس كنا بنعرف إنه أشعتها ضرورية لعملية البناء الضوئي، فبالتالي هاي عملية البناء الضوئي بتخلي النباتات البحرية والطحالب تصنع غذاء بنفسها، فبالتالي الكائنات الحية مثلا مثل الأسماك بتتغذى على هاي النباتات أو هاي الطحالب، فبالتالي الأسماك الكبيرة بتتغذى على الأسماك الصغيرة وغيرها إلى نهاية السلسلة الغذائية، فبالتالي بتكون عندي أو بتكون كمية الكائنات الحية البحرية اللي بتعيش فيها أعلى ما يمكن باقي المناطق. طبعا ليش؟ لانها بتحصل على مستلزماتها الضرورية حتى تضلها انها تبقى على قيد الحياة. طبعا هلأ لازم نعرف شو يعني التيارات البحرية، او ما المقصود بمصطلح التيارات البحرية. كلمة تيارات هي حركة، حركة مستمرة، حكينا ودائمة، موجهة لمين؟ للمياه البحرية، لان بنحكي تيارات بحرية. طبعا ليش؟ لانها تتأثر بعدة قوة او عدة عوامل. طب نشوف شو هم اهم القوى اللي بتأثر على التيارات البحرية. 1 الرياح، طبعا رح نحكي عنه بالتفصيل، الامواج المتكسرة، قوة كوريوليس اللي حكينا عنها بالفصل الاول ورح نحكي عنها اليوم، وجاذبية القمر اللي بتنتج عنها ظاهرتي المد والجزر، يعني تقدم مياه البحر او انحسارها وتراجعها، و5 اختلاف في قيم ملوحة المياه البحرية ودرجة حرارتها. طبعا زي ما احنا شايفين عندي هاي الصورة، في عندي المحيطات الموجودة، في أسهم باللون الأزرق الغامق، هاي بدل على اتجاه حركة التيارات البحرية، يعني إنه البحار أو المياه دائمة الحركة. أول عامل أو أول قوة اللي بتؤدي إلى حدوث التيارات البحرية، أول إشي الدفع الناتج من الرياح السطحية. طب شو بتأثر الرياح السطحية على التيارات البحرية؟ بتأثر إنها بتحركها معها. كيف بتحركها معها؟ يعني الرياح لما تأثر أو خلينا نحكي بتمشي على المياه، فبتحرك لي هاي المياه أو التيارات هاي باتجاه موافق ويوازي حركة الرياح. طبعا مركز هاي التيارات البحرية بيكون بالمنطقة الشبه مدارية اللي بتكون عند دائرة عرض 30 شمالا و30 جنوبا. طبعا تتحرك كمان انه التيارات البحرية في نصف الكرة الشمالي مع عقارب الساعة، اما عكسها يعني عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي. طبعا بناء على هاي القوة اسمت لي التيارات البحرية الى نوعين. اول نوع عندي تيارات بحرية باردة، من اسمها باردة يعني درجة حرارتها رح تكون منخفضة. طبعا باردة يعني قادمة من وين؟ من المناطق القطبية. طبعا تعمل لي على تبريد السواحل بتمر بها لانها باردة، اشي طبيعي. اما تاني نوع عندي تيارات البحرية الدافئة، طبعا دافئة يعني درجة حرارتها مرتفعة. طبعا ليش دافئة؟ لانها جاي او قادمة من المناطق الاستوائية، بما انها دافئة اشي طبيعي تعمل لي على تحريك او تدفئة السواحل اللي بتمر فيها. هل يوجد قوى اخرى تأثر في حركة التيارات؟ نعم، لانه حكينا عنا 5 قوى بتأثر فيها. طبعا يجي القوة الثانية، قوة كوريوليس. قوة كوريوليس او كوريوليس هي قوة طبعا حكينا عنها بالفصل الاول بوحدة الارصاد الجوية، لما حكينا عن العوامل المؤثرة في الرياح، حكينا انه الرياح تتأثر بعدة عوامل،
اللي هي قوة تحدر الضغط الجوي وقوة الاحتكاك، ومنها هاي القوة. طب شو يعني قوة كوريوليس؟ هي قوة تنتج بسبب دوران الأرض حول محورها. يعني كنا بنعرف إنه الأرض تتحرك حركتين، حول نفسها أو حول محورها وحول الشمس. فنتيجة تحرك أو دوران الأرض حول محورها من الغرب للشرق تيجي عندي أو تنتج عندي هاي القوة. طبعا هاي القوة بتأثر على جميع الأجسام تتحرك ذاتيا كالماء والهواء. طبعا على الهواء تعطيني حركة رياح، فبالتالي هاي الرياح بتأثر أو بتحرك التيارات البحرية السطحية. طبعا هاي القوة بتحرف لي الرياح إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في النصف الجنوبي. وحكينا إنه قوة كوريوليس بتكون معدومة عند دائرة الاستواء، يعني عند زيرو، يعني ما بيكون انحراف للرياح عندها. وأكبر قيمة إلها كانت عند الأقطاب، سواء كان القطب الشمالي المتجمد أو القطب الجنوبي المتجمد. طبعا نطلع هون عندي صورة التيارات البحرية أو أمواج، سواء تيارات، وعندي هون صورة تانية كمان للتيارات المحيطية. زي ما احنا شايفين الأسهم في عندي تيارات دافئة أو تيارات باردة، هذا له علاقة بالحرارة، طبعا نحكي عنه المرة الجاي. هيك انهينا درسنا، ان شاء الله نكون استفدنا، ويعطيكم العافية.